ضيفتنا لليوم مستمعينا هي نجمة ستار أكاديمي اللي حققت انتشار كتير واسع بكل العالم العربي وطبعا بلبنان. تتميز طبعا بصوت جميل وبحضور محبب، وكنا ننطرها لتعمل هاللوحات الفنية الحلوة يلي كانت تبهرنا برقصها برشقتها بجمالها بجمال وجهها باللوك تبعها وبستايل. اكيد عم نحكي عن ليا مخول يلي بس ذكرت عبر تويتر انه هي ضيفتنا. ما في لكم قديش العالم رجعت عملت ريتويت وايضا ناطرة اطلالتها معنا. صباح الخير ليا. بونجور. اهلا وسهلا. كيفك انت؟ صباح وانت للكلام الحلوين ولا بتستاهلي؟ بتستاهلي قبل الضوء، شكلك بعدك واعية. لا أنا واعية وحاضرة جاي لعندكم. أهلا وسهلا فيك يا ليا. قدي حلو طعم الشهرة هيك بظرف أشهر قليلة، يشعر الإنسان أنه صار مشهور وصارت العالم تنطره وهيك بتتابعه عبر وسائل التواصل الاجتماعي. يعني عن جد احساس كتير حلو. اكيد مثلا الصبح اليوم كلنا حاطين الالارم تمام ينفو، يعني شي كتير مهضوم. لا عن جد عندي فانس كتير كبير، يعني كتير كبير واضح وعم بيشجعوني كتير. اصلا انتو يمكن شفتوا يعني على السوشيال ميديا، صحيح دايما يعني عم يعني بيجربوا يساعدوني قد ما فيهم، وعن جد بدي اقولهم ميرسي كتير. نعم. ليا، شو اكتر شي افتقدتي له من بعد ما ظهرتي من الاكاديمية؟ كيف يعني؟ شو أكتر شيء اشتقتيله اليوم اشتقتيله هيك بتحنيله؟ يعني هلأ كل شيء، أكيد كل شيء. الأكاديمي كانت إكسبرينس كتير حلوة وتعودت، يعني كانت تاني ما دوزيام ميزون، يعني بيتك التاني. وفا أكيد تعودت على كل شيء وما في شيء حبيته أكتر من التاني، يعني أكيد البروفيسور والصفوف وكل شيء كل شيء. نعم. عن جد أنا كتير حبيت، وإذا هلأ بيطلبوا مني تأرجع دغري بركض وبروح. ليه عادي عم نشوف إنه صار عندك فانز كتير وناس بتتابعك وبتحب تشوفك، وهذا الشيء بيعطيك مسؤولية وبيعطيك هيك حافز لحتى تقدمي شيء يكون على قد المستوى. قدي هذا الموضوع عطليني هم وحابة تبيني بشيء خاص لإلك كمان العالم يعني يحبوه فيك وكمان يصير عندك فانز بعد أكتر؟ أكيد هلأ مسؤولية كتير كبيرة، وشغطو إنه مسألة لبنان كمان. نعم. بس كمان إجني فانز برات لبنان وكمان بالعالم كله، فأكيد مسؤولية كتير كبيرة. واللي عملته بالأكاديمي كان كتير قوي وحلو، ومثل ما قلتوا أكيد ما فينا هلأ أعمل شيء أقل من اللي عملته بالأكاديمي. هلأ أكيد مسؤولية، بس نفس الوقت هول العالم يعطوني كتير إنرجي وموتيفاسيون. بالعكس يعني ما كتير عم بستلهم، بالعكس يعني هيدا الشيء كتير بوزيتيف لإلي. وإن شاء الله خير. هلأ عم بحضر شيء حلو لإلهم وإن شاء الله خير. عم تحضري عملك الأول ليا ما هيك؟ مظبوط. اوكي، هي اغنيه رح بتكون باللغه الاجنبيه مش بالعربي. مظبوط. اوكي، هون بدي اسالك سؤال كتير مهم ليا. اليوم بنعرف كتير منيح انه لما تطلعوا مباراه الاكاديميين بعد ما تنحطوا تحت الاضواء العالم يحبوكن، عملتي لوحات استعراضيه مبهره جدا سحرت العالم، يعني انت فيديت، كنت بقلب الاكاديمي فيديت مكتمله المواصفات النجوميه من الاستعراض مثل ما حكيت ماري عنك. اليوم عملك الاول بده كتير دراسي، بده كتير كوني عن جد على قدر كتير كبير من المسؤولية. قدي انك توصلي للعالم باللغة الاجنبية اصعب بكتير مما انك تقدمي عمل باللغة العربية، يعني بلغتنا المحكية. اكيد، بس هلا انا بس كنت بالاكاديمية من اول ما فتت كلهم عارفين انه انا ما كنت غني بالعربي، وان انا كنت ليا فرنش وانجليش حتى اسباني شوي، بس كانوا عارفين انه انا يعني لا première chose انه اللي بغنيها هي اجنبية. ف بفتكر انه الفانز اللي اليوم بحبوني اكيد شو ما غني اكيد رح يشجعوني، وبالعكس يعني انه pour moi بالنسبة لإلي هيدا الشيء بوزيتيف انه غني شيء اجنبي. وعن جد ما عم بحتلهم، لانه بعرف انه هول العالم اللي وصلوني على الفينال وشجعوني وبيحبوني. حبينك تقدمي هيك كمان نوع، يعني ما بحس انه اذا ما بغني عربي ما رح يحبوني بقى او شو. نعم. وانا عرفتي ليا قديش بترقصي حلو وقديه بتمسكي المسرح،
هل هذا النوع من الفنون رح تتابعي فيه؟ يعني أغنيتك رح بتكون كمان تتصور فيديو كليب بطريقة كمان تفرجي قديه بتعمل استعراض حلو، رح بتكوني كمان يعني فنانة بنفس الوقت استعراضية؟ أكيد أكيد، يعني العالم اللي يشوفوني بالأكاديمية هلا مخول، يعني اللي مخول بتغني وبترقص، يعني ماشي نعمل غير شيء، ماشي بس غني. فأكيد أول سينجل رح يكون هيك نفس الجو. وحتى يعني بدون ما كارير فيتور، يعني هيدا الشيء اللي رح أعمله دايما، رح غني وأرقص دايما، هيدا الشيء اللي أنا بحبه وحياتي بدي أعيشه على المسرح أكيد. يعني إن شاء الله اللي عملته بالأكاديمية هي مخول وما رح يتغير. أكيد بعد في هيك تواصل من مع زملائك من الأكاديمية، بعدك عم تحكي حدا عم يحكيكي؟ وأكيد أكيد، أنا أصلا بالأكاديمية ما كان عندي أي مشكلة مع أي حدا، كنت أنت حدا مسالم وكلهم كانوا منيح معي. وي نعم. فاليوم أكيد هلأ عندي كونتاكت مع عالم أكثر من غير، أكيد إن كل واحد هلأ اليوم عنده سي بروجي ويعني حياتنا غيرت. بس إيه دايما أن كونتاكت مع العالم، يعني اللي كنت أقرب منهم بالأكاديمية اللي هن كنوز من ألجيري، شيرين ومينا من ومحمد الشاهين، محمد حسين من مصر، وإلي أكيد كمان من لبنان، وريتا وعلي من لبنان كمان. أنا هول الأشخاص اللي كنت كتير أقرب منهم بالأكاديمية. نعم. ليا كأنه يمكن مرة سمعت أنه كنت منك عايشة بلبنان ولكن كنت بزيارة هون واشتركت بالستار أكاديمي، صحيح؟ مظبوط. أنا يعني خلقني بفرنسا وكنت كل حياتي هون، وجيت هون بالصيفية واجتني الفرصة، يعني اجتني الفرصة عمل ستارك. إيه وليه تحمست تشتركي بستار أكاديمي لبنان، يعني بلبنان أو إذا فينا نقول العربي، منه مش بستار أكاديمي فرنسا أو ببرامج هوات يمكن بتحكي لغتك أو بتغني بلغة هني بيفهموها أكتر من هون؟ بركي أكيد هون بيفهموا الفرنسي، ما بقول لا، بس يمكن إيه نوع الموسيقى اللي هي أجنبية، ليه ما اشتركتي يعني بغير البرامج؟ أنا كان عبالي إجتني الفرصة أول شيء فقلت why not، بس أنا اللي كان بدي إيه je voulais apporter هيدا le plus اللي عندي انا هون بلبنان. نعم. يعني الارتيست اللي بتغني وبتعمل شو بنفس الوقت. وكمان كنا عبالي يعني faire connaître الموسيقى الفرنسيه وانجلش اكثر هون بلبنان. نعم. بين انه العالم حبه الحمد لله. نعم اكيد. يعني لا عن جد اليوم في كثير عالم بيقولوا لي انه ميرسي انه من وراك حبينا كثير الانجليش والفرنش اكثر. لا عن جد كثير مبسوطه. ليا هيك لكل المستمعين لكل الفانس تبعك اللي عم يسمعونا بلبنان وبالعالم العربي من خلال الانترنت واللي تواصلوا معنا على تويتر او على صفحتنا على الفيسبوك راديو البلد عفوا راديو ستيشن، شو بتحبي تقولي لهم؟ يعني انا كل يوم بقول نفس الحكي، بس عن جد بحب دايما اقول انه بيعطوني عن جد لا فورس، بيعطوني القوه اقدر اشتغل على حالي. وانا ما شفت هيك عالم بصراحه، يعني التيم اللي عم مخول عن جد اي لوف يو كلكم، وميرسي كثير لما عم بياخذوا كثير من وقتهم، عم بيشتغلوا كثير كثير كرمالي على السوشيال ميديا العالم دايما يشوفوا النيوز وحتى يعني على الميديا عم بيجربوا قد ما فيهم يحكوا مع التي في والراديو وهيك تكون دايما اكتيف. فبدي اقول لهم ميرسي كثير، ويعني هيدي صارت عائلتي، يعني بحبهم قد الدنيا اكيد. ليا فينا نسمع شيء منك هيك نحن والمستمعين وكل الفانز يلي ناطرينك اليوم؟ اكيد. يلا شو بدك تسمعينا؟ رح غني اندي ل تورني دون لو في. وي اوكي. حلوه كثير. يلا. Il était brun, le teint basané, le regard timide, les mains toutes abîmées. Il taillait la pierre, fils d'ouvrier. Il en était fier, mais pourquoi vous riez? Non, ne le jugez pas, vous qui ne connaissez pas les vertiges et le labeur. Vous êtes faussement heureux, vous troquez vos valeurs. Lui, il est tout mon monde et bien plus que ça.
je crie son nom quand vient le désarroi et puis tout s'effondre quand il n'est plus là. J'aimerais tellement lui dire mais je n'ose pas. Lui qui me fait tourner dans le vide, tourner dans le vide, tourner dans le vide. Il me fait tourner dans le vide, 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 tourner dans le vide, tourner dans le vide. Il me fait tourner. حلو كتير غالية. كي تفي تورني دان لو فيد هلا خبرينا يا كلكان؟ لا ما في حدا بحياتي بلا في حدا الموسيقى لانيزيك ماي بوي فريند. مرسي كتير لك ليا مخول. نحن بنتمنى لك النجاح. نحن رح نواكبك لانك عن جد موهبه واعده بتستاهل كل التقدير والاحترام. بدي وجه تحيه كتير كبيره لزميلتنا المجروش اللي اكيد هي سهلت هاللقاء. بنحييها كتير ويعطيها الف عافيه. بعد شوي رح منشوفها. ومرسي كتير لك. مرسي لكم. مرسي ليا وبون شانس لكل شيء. مرسي بوكو بوكو بوكو. اهلا وسهلا فيك. الله معك. بون جورني. باي باي. باي باي. انتو كمان. باي. ثانك يو. باي.